السلام عليكم، الله يسعدك لأوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو اللي راح نشوف إن شاء الله كيف نعمل عجينة البيكنج سودا. هذه العجينة نستخدمها في عمل أشكال للفنون، فمثل ما انتم شايفين هذا هو قوام العجينة. بالنسبة للأشكال اللي عملتها من العجين، هذه هي بعد ما نشفت معي، فمثل ما انتم شايفين نعمل زي هذه الأشكال، نزين بيها أعمالنا بيطلع شكلها كتير حلو. أنا هنا عملت أكثر من شكل، راح نشوفهم مع بعض في هذا الفيديو. طبعا هذه الأشكال نعملها بقوالب السيليكون، واللي حلو في هذه العجينة أننا نقدر نستخدمها مع الأدوات اللي نستخدمها بالتزيين، لأنه كل المكونات اللي فيها آمنة. فأنا ابتديت شغل على علبة، هذه هي. فمثل ما انتم شايفين هنا عملت الأشكال الفردية، وهنا عملتهم مباشرة على العلبة. طبعا هذه العلبة يا حلوين راح نشوف مع بعض طريقة تزيينها في فيديو مستقل إن شاء الله يا رب. هذا الفيديو راح نشوف فيه العجينة، وطبعا في فيديوهات قادمة أكثر راح أتكلم لكم بالتفصيل زيادة عن هذه العجينة واستخداماتها إن شاء الله يا رب. لعمل العجينة مثل ما انتم شايفين هنا نحتاج إلى 3 مكونات فقط، واللي هي الماء، ماء عادي، بيكربونات الصوديوم واللي هي البيكنج صودا، وهنا عندي المايزينا اللي هي النشا سواء كانت الذرة أو البطاطا اللي متوفر عندكم. بالنسبة للبيكنج صودا نحن متوفر عندنا هذه، ما شاء الله وزنها تقريبا نص كيلو وسعرها رخيص. الناس اللي عندهم البيكنج صودا حجم صغير ممكن تكلفهم العجينة شوي زيادة، لهذا خليكم على العجينة اللي فيها الغراء، أتوقع أنه ممكن تكون أفضل. بما أنه عجينتنا اليوم المكونات اللي فيها كلها يعني ما هي مضرة، نشا وبيكنج صودا هذول أشياء نستهلكهم في أكلنا، لهذا عادي تستخدمون أي مقلات عندكم، مو ضروري تكون مقلات مخصصة للعجين. فحطيت هنا النشا مع البيكنج صودا، عليهم أحط الماء، طبعا اخلط هذول الان هنا حتى يندمجوا عندي تماما. النشا اوقات بيكلكع مع الماء، لهذا اضغطوا عليه زي كده لحتى يدوب تماما. خلاص بعد ما خلطتها زي كده وصار قوامها سائل، الان ننتقل الى النار. حطيت المقلاة على النار، حطيت النار على الوسط، فضروري طول ما هي على النار اجلس كده احركها. دايما تأكدوا انكم تكشطوا الاسفل كله. عموما هذه العجينة بتجهز معنا اسرع من عجينة السيراميك اللي هي البورسلانة فريا اللي سبق ونزلت لكم طريقتها. بس نشوف ان العجينة كلها اتجمعت عندي كده. انا الان جالسة انظف المخلات لحتى افت كل شيء. خلاص لما تشوفون ان العجينة زي كده ما عادت تلصق عندكم مثل ما انتم شايفين، بتكون صارت عندي جاهزة. مثل ما انتم شايفين جالسة انقلها للمكان اللي راح ادعكها عليه، نزل كل شيء، ثم الان ادعكها. بالنسبة للدعك اذا كنتوا تتحملون الحرارة ادعكوها الان، اذا لا خلوها شوي تبرد بعدين ادعكوها، بس انا افضل انه ادعكها الان. طبعا هذه العجينة مو مثل عجينة السيراميك، يعني نحن الان ما راح ندعكها لحتى تصير مطاطية، لا، وانما ندعكها لحتى تصير زي اللي متماسكة وناعمة. نحن الان بندعكها وبنفس الوقت بنكون بنبردها، لانه العجينة دائما طالما هي سخنة يعني بتستمر في الخبز. بفضل زي كده بهذه الحركة ادعكها لحتى احس انه تقريبا بردت معي. وكل ما انتم تدعكون العجينة اكثر بتحسوها انها زي اللي نعمت اكثر في ايديكم. طبعا يا حلوين هذه العجينة ما بتكون عندنا مثل عجينة السيراميك اللي سبق ونزلت طريقتها وهي بالغراء، فلاحظوا هذه قوامها كيف. لما نعمل زي كده ما بتمد معانا او تشد، وانما بتتقطع،
فلما يطلع معكم قوام العجينة زي كده ما تخافوا، هي كده المفروض قيامها. بس لما نحن نرجع نعجنها في بعض زي كده تمسك معانا وبتتماسك، وهذا الفرق اللي بيكون بين العجينة اللي بالغراء ومن غير غراء. انا صراحة افضل عجينة السيراميك اللي بالغراء. الان راح نعملها شكل، فمثل ما انتم شايفين جبت هذا القالب و راح اضغط العجينة راح اضغط العجينة داخل هذا القالب. حابة اعمل شكل واخليه ينشف حتى افرجيكم بعد ما ينشف الفيديو كيف بتكون. فزي كده بهذه الطريقة اشيل الزيت، طبعا هذه اسهل طريقة. مثل دائما احاول انعم هذه الجوانب قبل ما اقلب الشكل. ثم اجي الى هنا وبهذه الطريقة احاول اطلع الشكل من السيليكون. بس ملاحظة المكان اللي راح تطلعوا فيه الشكل خلوه فيه، لانه اذا حركتوه ببساطة بيصير معكم اعوج، نحنا ما نبغى هذا الشيء. فهذا هو، فمثل ما انتم شايفين هذا الشكل كيف طلع معي، كتير مرتب وشكله حلو. راح اعمل معكم شكل ثاني واللي هو هذا. خلاص بعد ما حشيت القالب الان راح اطلعه هنا. شويش فبيطلع معايا زي كده مثل ما انتم شايفين، الشكل بيطلع كتير حلو. هذا الشكل الثاني حتى هو. طبعا هذه الاشكال اللي انا عملتها راح اخليها هنا تنشف، وبعدين ان شاء الله بنشوف شو راح نعمل فيها. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها. اذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.